هنشوح الكلام ده وهنتبل الفراخ بالتتبيله دي. بس اللي انا عايزاه انه هاخد الفراخ الاول اقطعها او افتحها، يعني هعمل فيها فتحات كده علشان التتبيله تدخل فيها، فهنشرحها كده. انا شغاله النهارده بوراك، هنعمل ثلاث فتحات علشان التتبيله تدخل عند اللحمه من جوه وتدخل على جنب العظم كده علشان تتشرب التتبيله صح يعني كده وكده. عندي هنا هنا وهنا وهنا كده زي ما احنا شايفين، ممكن تعملي واحدة كمان هنا او كده كفاية. عايزة تشتغلي بفرخة كاملة مفيش مشكلة اي حاجة، بس الوراك فيها حلوة قوي. وهكذا فراخ متنظفه طبعا ومتنشفه كويس قوي. عايز اشتغل بسكينه حاميه لانه السكينه اللي معايا مش حاميه خالص. ليه؟ يلا كده تمام. قطعت الفراخ او يعني مش قطعتها، شرحتها كده عشان التتبيله تدخل فيها. التوليفه والتتبيله كلها هنحطها على بعضها بعد الفاصل، وهنشوح الكلام ده برضو بعد الفاصل، ونطبق كل الوصفه على بعضها وندخلها على فرن، هتطلع تحفه ان شاء الله. شوحت بس البصل لحد ما دبل شويه مش قوي زي ما احنا شايفين كده، ده الشكل. هنزل بالجزر كده وبالبطاطس على طول كله على بعضه كده اهو، ونعمل كده بقى نديها تشويحة بسيطة. حطيت الصاج او الصينية في الفرن، عايزاها تسخن شوية بصراحة، التكييف عالي قوي عندي هنا، وعلى ما هتبقى هي ساقعة قوي كده تدخل الفرن تبتدي تشتغل هتاخد وقت، فانا ايه قلت اكسب وقت واسخن الصينية واسيب البطاطس تتشوح كويس كده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل كده اهو، نجيب بقى الطبق اللي هنحط فيه كل التتبيله على بعضها. احنا ما قلناش التتبيله صح؟ لا انا محتاجه اقول بقى، يلا بينا. صينيه البطاطس عندي وراك دجاج، ممكن تستخدموا وراك مخليه عادي، شيش طاووق عادي، فرخه كامله عادي، مفيش اي مشكله. التتبيله اللي بنحضرها دلوقتي في طبق على جنب، يعني انا معايا طبق بعد ما شوحت البطاطس والبصل والجزر وفتحت الفراخ عملت فيها فتحات، دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل التتبيله. التتبيله عباره عن معلقه ثوم كبيره مفرومه، عليها دبس الفلفل او لو تحبوا تحطوا الهريسه مفيش مشكله، يعني يا هريسه يا لو عندكم دبس فلفل، ما عندكيش لا ده ولا ده خلاص شيليها من الوصف. هنحط معلقتين كبار من الصلصه، زيت عادي او لو حابه تحطي سمنه مفيش مشكله، قرفه باودر، حبهان باودر، كزبره جافه، زعتر جاف، سبع بهارات، بابريكا، كمون، ملح، فلفل اسود، وعندي بقى على جنب الخضار كان زي ما انتم شايفين بطاطس وبصل وجزر. هنحط كل حاجات التتبيله على بعضها، ادي الثوم على سمنة أو زيت زي ما تحبوا، أنا ممكن أميكس ما بين السمن والزيت هتبقى لذيذة، السمنة كده طعم والزيت يدي إيه لمعة حلوة. صلصة، دبس الفلفل أو الهريسة عشان إحنا مش حاطين زي ما أنتوا شايفين كده ما حطيناش فلفل حامي، لو حد متضايق من طعم الهريسة أو ما بيحبهاش يشيلها خالص. حط بقى بابريكا على رشة الزعتر ورشة حلوة كده من كل البهارات اللي قلتلكوا عليها، سبع بهارات، شوية كمون، كزبرة، فلفل اسود، حبهان باودر اللي هي البهارات الشرقية بتاعتنا يعني، القرفة
عايزه تزودي جنزبيل، اوكي. عايزه جوزة الطيب برضو، ما يجراش حاجه. هنحط شويه ميه، يستحسن تبقى ميه سخنه شويه. هنقلب كويس قوي التتبيله مع بعضها، ونزود ملح وفلفل. هرش كمان على البطاطس اللي بتتشوح رشه فلفل وملح. بحب البطاطس يمسك فيها الملح بتاعها كده والفلفل وهي بتتشوح، مع البصلايه اللي ايه تحسوها اتكرملت شويه، تدي طعم جميل. طبعا هنقلب كل حاجه مع بعض، وابتدي اجمع صينيه البطاطس بتاعتي. نجيب الصينيه السخنه من الفرن، هحط الخضار. لو عايزين تزودوا مرقه ممكن تزودوا مرقه. بصوا نزلت تعمل فش على طول علشان الصاج سخن، تحفه. يلا هننزل بالفراخ اللي متنشفه كويس قوي من الارضيه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، ومش هنغطي صينيه الفراخ دي علشان ما تزفرش. وهعمل كده واحط عليها التتبيله اللي احنا عملناها وشويه ميه، وندخل الكلام ده في الفرن يتشوي بقى كده ويعمل لنا صينيه البطاطس الخطيره دي. ننزل بقى بالايه تتبيله بالشكل ده كده، ثانيه واحده كده 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 كده. هتبل كده اهو، وادخل بالشكل ده التتبيله كده مكان الفتحات اللي عملناها في الفراخ. كده بقى عندي صوص وتتبيلة جميلة وتحفة، والفراخ اتبلت والبطاطس اهي بتتبل وكله بقى زي الفل. هديها بقى شوية مية حلوة كده، واقوم مدخلها على الفرن. حطيت مية سخنة مكان ما شوحنا الخضار، وهعمل كده في الصاج كده 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 على البطاطس، وهندخل الكلام ده على الفرن السخن. والصاج كمان سخن وجميل كده، نعمل كده اهو. وبحب في الاخر بقوم مديه ايه رشه زعتر بس كده على الفراخ نفسها. والزعتر على البطاطس كمان على فكره بيبقى طعمه رائع. يلا ندخلها الفرن. مقادير الرز، هنعمل رز بالشعريه عادي، عندي شعريه هنا متحمره، وهدخل معاها توليفه بهارات عشان يبقى رز مبهر بالشعريه. عارفين الميكس بتاع الشعريه المفلفله اللي ريحتها حلوه قوي ومبهره كده، مع بقى رز كمان كانه رز بالخلطه، فالميكس كله مع بعضه لذيذ جدا. تقدروا تضيفوا كبد وقوانص، لو عايزين زبيب، مكسرات، براحتكم. الرز هيكون محتاجين له نص كيلو من الرز المصري، وعندي كيس شعريه محمره، الكيس الصغير قوي ده، انا ما اقصدش كيس كيس، يعني مثلا بتبقى كوبايه شعريه مثلا، عشان ببقى عايزه الشعريه كتير شويه. عايزين لورا باودر، حبهان باودر، قرفه باودر، كزبره جافه، رشه جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. اللي عايز يزود سبع بهارات بيزود سبع بهارات. هنا كده بسرعه، وننزل بسرعه بالشعريه اللي هي اوريدي فيها سمنتها وزيتها وكله، انا بس ايه ما كنتش عايزه ازود قوي كده. تمام، علشان اوريدي الحله عندي سخنه جدا جدا جدا، فهنزل بالرز على طول وهبتدي بقى ايه اقلب واعيش حياتي مع البهارات. هحط البهارات حالا على الرز واقلبها بقى تقلبتين حلوين كده مع السمنه، وخليها ايه تتشرب من كل التفاصيل الحلوه دي. كزبره، حبهان باودر او لورا باودر، شويه قرفه حلوين، وجوزة الطيب كده مع ادي اللورا. ولو في سبع بهارات اعتقد، دي سبع بهارات، مش عارفه ليه سبع بهارات، والكمون عندنا لونهم اخضر. حط ملح وفلفل اسود طبعا، لو تحبوا برضو تضيفوا مكعبات المرقه ضيفوها، ممكن تدي طعم لطيف.
وادي السبع بهارات. واحنا كويس قوي ننزل بقى بالميه السخنه زي ما اتفقنا. لو حابين تحطوا زبيب كمان هيبقى طعمه حلو قوي، بس اهم ما في الموضوع القرفه والسبع بهارات وجوزة الطيب. يلا بينا طلع لنا بقى ايه، رز بالشعريه مبهر طعمه حلو قوي. احنا متعودين الرز بالشعريه ما بيبقاش مبهر طبعا، بيبقى ساده، بس قلنا نغير ونعمله كده هتلاقوا فرق في الطعم، بس لذيذ لايق مع صينيه البطاطس بما انها فيها تكه مختلفه شويه عن اللي احنا متعودين عليه. اه حلو قوي ريحته، جميله جميله جميله. يلا استوى وبقى خطير. بصوا ما تحسوش قوي بقى ان هو رز بالخلطه بزياده، يعني هو واخد الريحه وشويه لون وطعمه ان شاء الله يعجبكم قوي، ولايق جدا جنب صينيه البطاطس اللي في الفرن. انا حطها بس في فرن بعيد، فايه هنروح ناخدها دلوقتي. احنا كان عندنا حاجه كنا جايبينها للرز يراغ ده جارنش، فينه ده الرز بالشعريه بالبهارات؟ بصوا بقى مفلفل وخطير ازاي. بحبكم تشوفوا الرز علشان تبقوا حاسين كده وشامين معاه الريحه، ولا رزايه ورزايه ولا اي حاجه. عامله صوص رهيب، يعني صوص خفيف كده بس تحفه. البطاطس محرمشه والفراخ محرمشه عشان التتبيله اللي حطيناها فيها، فصينيه بطاطس لذيذه قوي قوي قوي.